ما فزنا أول شغلة يعني عندنا غيابات كثير، لاعبين كثير اليوم أول مرة يلعبون، إصابات، أنا جاي من إصابة يعني، في لاعبين كانوا يعني اليوم أنت عند حسين عبد الغني لاعب ارتكاز، يوسف الحربي أول مرة يلعب السنة هذه، كمان بصاص سوزة لعب وراء، ما عندنا مدافعين، اليوم أربع مدافعين أساسيين بالفريق مصابين. فالحمد لله على النتيجة يعني، نادي النصر نادي كبير نافس على الدوري، نلعب بأربع بين جمهوره، فأنا وجهة نظري يعني النتيجة إيجابية لنا برغم الظروف اللي موجودة بالفريق. لا أنا أول ما يعني طلع قانون الإقامة المميزة على طول يعني فكرت إني آخذ إقامة بالسعودية، يعني أنا صار لي ست سنوات يعني ما تقدر لا تستثمر لا تشتري شيء، لا يعني فلوسي مجمدة بالبنك، ففرصة جتني واشتريتها على طول يعني، قدمت عليها وحصلت عليها الإقامة الدائمة وأعطوني إياها تقريبا خلال شهر ونص، وأنا أتشرف صراحة يعني، يعني المملكة دولة كبيرة أي شخص يتمنى أنه يقيم بالمملكة إقامة دائمة، وفي ناس كثير يعني صار لهم سنين موجودين أنا أعرفهم، فاليوم فرصة جت يعني ما شاء الله المملكة طالعة بطلوع. سهلت الأمور فيها يا عمر؟ أكيد يعني هي الأمور مسهلة يعني، منزلوا نظامين يمكن إقامة دائمة وإقامة مستثمر، فاثنين مسهلة بصراحة يعني أنا ما واجهت أي صعوبات فيها.